هننتقل بذلك يا شباب الى الشيخ علي بن عبد الله. الشيخ علي بن عبد الله، احنا عرفنا يا شباب ان الشيخ عبد الله سلم الحكم لابنه الشيخ حمد، لكن الشيخ حمد توفي اثناء حياه والده الشيخ عبد الله، فعاد الحكم مره اخرى للشيخ عبد الله الذي سلم الحكم لابنه الشيخ علي، تولى الحكم عام 1949 حتى عام 1960. ما هي اهم اعمال الشيخ علي بن عبد الله الثاني؟ السؤال الذي يطرح نفسه الان، ما هي اهم اعمال الشيخ علي بن عبد الله الثاني؟ واحد، بدأ التعليم النظامي في عام 1952. بمعنى يا شباب ما معنى كلمة التعليم النظامي؟ التعليم النظامي يا شباب بدأ مع إنشاء المدارس. المدارس كانت خاصة بالتعليم، أما التعليم قبل إنشاء المدارس كان عبارة عن تعليم المساجد والكتاتيب. ماشي يا شباب؟ يبقى بدأ التعليم النظامي فأنشأ المدارس، قبل ذلك كان التعليم في المساجد والكتاتيب أو الكتاب لتحفيظ القرآن. اثنين، استحداث وزارة المعارف، بيبقى من أهم أعمال الشيخ علي بن عبد الله رقم اثنين استحداث وزارة المعارف. ثلاثة، افتتاح مستشفى الرميلة. طبعا مستشفى الرميلة كانت في عام 1957. ماشي يا شباب؟ يبقى من أهم أعمال الشيخ علي بن عبد الله الثاني بدأ التعليم النظامي، استحداث وزارة المعارف، ثلاثة افتتاح مستشفى الرميلة. طبعا شباب الشيخ علي تنازل الحكم لابنه الشيخ أحمد حتى يتفرغ للعلم والعبادة. طبعا بعد الشيخ علي تولى الحكم من ابنه الشيخ أحمد بن علي الثاني. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هي أهم أعمال الشيخ أحمد بن علي الثاني؟ طبعا الشيخ أحمد بن علي عندما بدأت دولة قطر في عهده مسيرة التقدم، فبدأ في استحداث العديد من الأنظمة الإدارية. فأول حاجة عملها الشيخ أحمد بن علي أنشأ وزارة المالية. من أهم أعمال الشيخ أحمد بن علي إنشاء وزارة المالية. رقم اثنين، إنتاج البترول من الحقول البحرية. قبل ذلك يا شباب كان إنتاج البترول من وين؟ كان إنتاج البترول من الحقول البرية، وهو حقل حقل دخان، وإن شاء الله هنتكلم عليه في الأنشطة الاقتصادية بدولة قطر وشبه الجزيرة العربية. إذا يا شباب يبقى إنتاج البترول من الحقول البحرية بدأ في عهد الشيخ أحمد بن علي الثاني، لأنه كان قبل ذلك يتم إنتاج البترول من الحقول البرية من حقل دخان. ثلاثة، إصدار أول دستور مؤقت لدولة قطر. يعني يا شباب أي إنه دستور مؤقت قابل للتعديل يا إما في عهد الشيخ أحمد أو من الذي يخلفه بعد ذلك. يبقى واحد يا شباب أنشأ وزارة المالية، اثنين إنتاج البترول من الحقول البحرية، ثلاثة إصدار أول دستور لدولة قطر وكان دستور مؤقت. النقطة الأخيرة يا شباب وهي تشكيل مجلس الوزراء. أربعة، تشكيل مجلس الوزراء. خمسة، إلغاء معاهدة الحماية وحصول قطر على الاستقلال. في أي عام يا شباب؟ في يوم 13 سبتمبر عام 1971 استطاعت قطر من الحصول على الاستقلال من أي دولة يا شباب؟ من أي دولة حصلت قطر على الاستقلال؟ بريطانيا. بكده يا شباب
من اهم اعمال الشيخ احمد بن علي ال ثاني، واحد انشا وزاره الماليه، اثنين انتاج البترول من الحقول البحريه، ثلاثه اصدار اول دستور لدوله قطر وهو دستور مؤقت، اربعه تشكيل مجلس الوزراء. اخر نقطه يا شباب وهي الغاء المحاميه، الغاء معاهده الحمايه مع بريطانيا، وحصول قطر على الاستقلال. وفور حصول قطر على الاستقلال يا شباب انضمت الى جامعه الدول العربيه والامم المتحده في نفس عام التي حصلت فيه على الاستقلال. نتمنى ان نكون قد افدناكم، مع تحيات قسم العلوم الاجتماعيه بمدرسة عمر بن عبد العزيز ومعلمي، وتحيات معلمي الصف العاشر بالمدرسة. وإلى اللقاء إن شاء الله في دروس مراجعة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.